حديثنا القادم عن مسابقة الأبيض الأولى للرماية بالأسلحة التقليدية على مستوى قرية الأبيض بولاية نخل، والحديث عن هذه المسابقة بكل تفاصيلها وما فيها أيضا من فعاليات مع الأستاذ سيف بن ناصر بن سيف السيابي، رئيس ميدان الرماية بالحصين التابع للأبيض بولاية نخل. صباح الخير أستاذ سيف، وأهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور الجميع، سعدنا لقاكم وصباحكم بالخير والنور والسرور. أهلا وسهلا بك أستاذ سيف، يعني مؤكد أن هناك جاهزية واستعداد يعني لهذه المسابقة وهذه الرياضة أيضا التي لها كذلك جانب من الموروثات والتقاليد، وفيها أيضا من تشجيع مختلف فئات المجتمع على الاهتمام بهذه الرياضة. حدثنا عن الاستعدادات والجاهزية لمسابقة الأبيض الأولى للرماية بالأسلحة التقليدية. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أقمنا هذه المسابقة وهذا الموروث كما اعتدنا عليه في هذه الولاية وفي كل المحافظات والولايات السلطنة عموم. نعم. فهذا الموروث من الآباء والأجداد، وأحنا صار السنة في هذه السنة عملنا مسابقة، فهي على مستوى الأبيض وعلى مستوى الفئات الناشئة. نعم. والفئات الكبيرة على مستوى الأبيض فعالية هذا الميدان، وهو كما اعتدنا على أن لقاءنا دائما في الأعياد والمناسبات سواء في المجالس العامة أو في غيرها. فهذه العام وفي هذا العيد اخترنا أن يكون لقاءنا وتجمعنا في هذا الميدان الرماية. نعم. والحمد لله رب العالمين، فمشى كل شيء ما هو مخطط له. نعم. والحمد لله على أحياء هذا الموروث، وتم باسم الميدان الرماية على فئتين، فئة الكبار وفئة الناشئين. نعم. الصغار، فجاءت المسابقة برماية السكتون 50 متر، وجاءت نتائج بالمشرفة في سواء في الأسباق أو في الأهداف، والحمد لله على كل حال. ونشكر جميع الحضور وجميع الرماة، ونشكركم كل الشكر والمحكمين وغيرهم، والحمد لله رب العالمين. نشكر حكومتنا الرشيدة بأحياء هذا الموروث الأماني، ودائما إن شاء الله وأبدا محافظين عليه بإذن الله الكريم. بإذن الله. يعني أستاذ سيف، هذه المسابقة كيف وجدت فيها الإقبال من قبل الفئات المستهدفة أو الفرق أيضا اللي حددتوها في إطار هذه المسابقة تحديدا؟ نعم، إقبال الحمد لله رب العالمين من المنطقة، إقبال كبير وخاصة من الأبناء الناشئين في هذا الميدان. وبدت هي التصفية المسابقة من قبل 10 أيام أو من 15 يوم، فهم يجوا يصفروا البنادق في هذا الميدان، وكل حد يهيئ نفسه ويهيئ الهدف ويهيئ المسابقة السرعة. نعم. وهي كما تعرف أن صفوت أسباق دائما لا تزيد من 8 ثواني مع الركض وتركيب مخزين وأسقاط الأسباق تسمع. وأيضا هناك الأهداف الفردية، كل واحد يعني يريد أن يكون يجيب نتيجة مشرفة. نعم. فهم بدوا الحمد لله رب العالمين الإقبال من تقريبا 15 يوم من هذه قرية الأبيض والمناطق المجاورة، والحمد لله رب العالمين تم التجمع وتمت النتائج. نعم. مشرفة ولله الحمد، وإن شاء الله إن هذا الموروث يبقى بإذن الله تعالى. بإذن الله، وإن شاء الله يعني تبقى يعني مثل هذه النوع من المسابقات في يعني جانبها الرياضي وأيضا والموروث من العادات والتقاليد التي تستمر مع كل فئات المجتمع. نرجو لكم كل التوفيق، وشكرا لك على التفصيل حول هذا الموضوع. كل شكر لك أستاذ سيف، ويومك سعيد إن شاء الله. شكرا لكم، وشكرا على هذا اللقاء.